عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتار، عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحار، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أخواني أخواتي، أرحب بكم في هذا اللقاء من برنامجكم مواعظ، وحلقة متصلة بالحلقة التي سبقت وهي في موضوع الرزق، أرزاقنا بيد الله. كنت قد ختمت حلقة الأمس في بيان التأكيد على أن الأرزاق بيد الله. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. من المسائل المهمة التي ينبغي أن تكون واضحة أن الأرزاق أو أن الرزق ليس محصور في المال. يعني اللي عنده مال يقول أنا عندي رزق، واللي ما عنده مال يقول أنا ما عندي رزق. المال ليس الرزق، ليس هو المال فحسب، المال جزء من الرزق، وكما نقول دائما الصحة رزق، العافية رزق، واحد يكون يعني صاحي وطيب وبخير، هو وعياله وزوجته وأهل بيته ووالدته ووالده وإخوانه، هذا من أعظم الأرزاق، أن يكون الإنسان في عافية. الأمن رزق، الإيمان رزق، الوئام بين الرجل وزوجته هذا رزق. يعني حينما يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن خديجة رضي الله تعالى عنها: إني رزقت حبها، لما يحب الرجل زوجته وزوجته تحبه هذا رزق. قد لا يكون عنده مال، لكن عايش في حياة مستقرة في بيته، بينه وبين أسرته الصغيرة، بينه وبين أم عياله وعياله، عايشين في حالة من الحب، هذا نوع من أنواع الرزق المهمة. حينما يرى ابنه صالحا معه في مواقع الخير والصلاح، هذا من أعظم أنواع الرزق. والله يا أخوان، لهذا أنا أقول لابد أن تتسع دائرة مفهوم الرزق عندنا. العقل رزق، الإنسان الذي يعاق في عقله وعنده أموال الدنيا ماذا ينتفع بها؟ لهذا جاء رجل إلى يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى، إلى يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى، فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك. فقال له يونس بن عبيد: أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني هذا لو أخذ بصرك 100,000؟ قال: لا. قال: فبسمعك 100,000؟ قال: لا. قال: فبلسانك 100,000؟ قال: لا. قال: فبعقلك 100,000؟ قال: لا. وبدأ يذكره بنعم الله تعالى عليه، ثم قال له يونس: أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة. بالفعل حالة التذمر اليوم يا أخواني التي نشوفها، حالة تذمر وتسخط قوية في المجتمعات، قوية جدا، ويغفلون عن نعيم هم يعيشونه. وبعض الناس يقول: لا، دع الناس يتذمرون، دع الناس يتسخطون،
أقول سبحان الله، لو كان محل التسخط ومحل التذمر لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، نحن نرى عجب وأنتم تشاطروني هذا العجب، نرى دين الله تبارك وتعالى ينقص، نرى دين الله تبارك وتعالى يضعف في بعض الميادين، ولا نحزن ولا نتذمر ولا نتسخط. فإذا نقصت الدنيا في بعض ميادينها اعتلت أصوات التسخط والتذمر. نعم، يقال للمسؤول ارفق بالناس وارحم الناس وارفع عنهم حالة الضعف والحاجة والعوز، لكن التذمر ما يأتي بشيء، والتسخط ما يأتي بشيء. لو وضعنا محل هذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتزام بدينه وشرعه، عاش آباؤنا وأجدادنا في حالة من العوز والضعف والقلة أكثر مما نعيش نحن اليوم. ولكن وتيرة التسخط والتذمر عندهم ليست هي كما هي عندنا اليوم. لما يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن ابن ماجه: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أتظنون إخواني أخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الواقع؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، لا يعرف حاجة الناس، لا يعرف ماذا يحدث لهم من ضغوط، وهو لا يملك من الدنيا إلا قوت يومه. رسولنا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن إنسان لا يملك إلا قوت يوم واحد، لكنه أصبح معافى في جسده، وأصبح آمنا في بيته وفي مجتمعه. يقول كأنما حيزت له الدنيا. احنا اليوم أو أغلب الناس يعيشون في بحبوحة من الخير، اللهم لك الحمد، عنده قوت اليوم، عنده قوت بكرة وبعد بكرة. لما يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن آية أنزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة، يقول الصحابي: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة، أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: يبين لهم أفضل المال، أفضل أنواع المال، فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه الترمذي في سننه. هل خطر في أذهاننا إخواني أن هذا من الرزق، أن هذا من المال؟ لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. حينما يوفق الإنسان ويهدى إلى لسان يذكر الله في كل أحواله، وزوجة صالحة مؤمنة تعينه على أمر إيمانه، تعينه على الطاعة وتعينه على الصلاح. من ذلك أيضا من المفهومات التي ينبغي أو من المفاهيم التي ينبغي أن توضح في موضوع الرزق، هو ما ذكرته في حلقة سابقة أن الأرزاق مكتوبة، وهذا هو حديثي معكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعار، عرفتك من لامعات الأفق،
عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك ما لاح نور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار.